منهم كلهم هيك ولا بس لا بس واحد نرد هني ايضا لاين في عندك مشكله يا جماعه لا لا اوكي واضغط يا جماعه من الخط اللي تحت لغايه النص اللي هني شوفه لغايه الزاويه اللي هني وباذن الله كذي يكون شغلنا خلصنا هذا السؤال احد عنده سؤال بس اخر نقطه هاي ليش عملناها ايش بتمثل بالضبط شنو هي اللي هي على اساس نوصل زي مثلثات هذه المثلثات ليش تقطع عشان اوصل مثل سهم ابين انه سهم صاعد واحد صاعد من اليسار وصاعد من الجنب اي مخطط الحين اذا عندنا من المخططات الموجوده راح تشوف في طريقه السلم لابد اللي راسمه راسم معماري لازم يسوي كذي. انا مش راضي يطلع معي الميد بوينت تبع الثاني. الحين اشوف لك اياها. شوف هني طالعون السلم. شوف الخطوط.